الكوسيف. نسبة الرضا على رئيس الجمهورية ونسبة التصويت إذا كانت تصير الانتخابات الرئاسية اليوم، هذا ما قاله نبيل بلعام إمرأة كونسلتينغ البارح على قناة التاسعة. كل بساطة إذا كان الانتخابات الرئاسية تكون غدوة، أنا الشخصية السياسية اللي تنتخبها في الصدارة رئيس قيس سعيد نسبة 68.7%، ثم نلقاو في المرتبة الثانية سيد عبير موسي 8%، ثم صافي سعيد 7.6%، ثم فضل عبد الكافي 4.8%، ثم المصف المرزوقي نلقاو 4.1%، وشخصيات أخرى 2.7%، ونلقاو راشد الغنوشي 1.6%، لطفي المراحي 1.4%، ومحمد عبده 1.1%. تقييم أداء رئيس الجمهورية، وهي سؤال يعني نطرحوه للتوانسة، نقولوا يا ندرا راضي برشا، راضي مش راضي ولا مش راضي بالكل على أداء رئيس الجمهورية. نلقاو نسبة التوانسة اللي راضيين على أداء رئيس الجمهورية تمثل 56%، يعني مجموع راضي برشا وراضي إلى حد ما. هذا كلام نبيل بلعام إمرود كونسلتينغ. نسبة التصويت لو كانت تصير اليوم الانتخابات الرئاسية كما كنت تسمعوا 68.7 على رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعده في المركز الثاني بعيدة 60 نقطة عبير موسي 8%، صافي سعيد 7.6%، فضل عبد الكافي 4.8%، المنصف المرزوقي 4.1%، شخصيات أخرى 2.7%، رشد الغنوشي 1.6%، لطفي المراهي 1.4%، ومحمد عبو 1.1%. 68.7% ينتخب رئيس الجمهورية، ونسبة الرضا على رئيس الجمهورية تتجاوز 68.7%. كيفاش تقرأ الأرقام حتى نسبة الرضا؟ عفوا 56%. هو راهو أوزر، معناها نسبة الرضا على الأداء متاعه مش نسبة الرضا على النتائج، معناها يلزمنا نفرقه، فهمت؟ معناها يقول لك قاعد يحارب، ما طاحش للصندوق النقد الدولي، معناها يتكتك، معناها يعمل في إيفور. عندنا امبريسيون الكل منهم انا اللي يقوم بمجهود، لكن ما الحلول ما فماش، سان دي بون با دو لوي، فهمتك؟ لي ريت قبل في العشر سنين من 2011 حتى 2021 نكون ماشي في بيننا نحن كمواطنين اللي الحلول بعصا سحريه، اي واحد يوعدك ينجم يلقى لك حل. فقنا اللي الظروف اللي الكاسه فارغه اللي وصلنا لليميت نتاعنا، فخنا بعد ما اسمع راهو ما يعرفوه بقري كان بالكرش، هذه حاجه فينا نحن التوانسه. ارجع للتاريخ 200-300 سنه التالي، بالحق راهو فما حاجات يا رفيقي يصيروا توا، صاروا قبل. راهو الدوله فلست، عندها ما قدم مره الدوله التونسيه تفلس، قدم مره نلتجي يعني الافلاس وقت اللي تبدا مشاكل اقتصاديه كبيره، دونك معناها هذي عشناه، وشاك فوا نمنوا بحاجه وشاك فوا نفيقوا بها من بعد. دونك بالنسبه ليك التوانسه راضين على مجهود الرئيس، على المجهود عموما يحسوا فيه، يحسوا فيه قاعد يحاول، رغم غياب النتائج الملموسه. كي يمشي اللي كي ترى الفيديو نتاع قفصه تفهم معناها اي مواطن يرى يقول او موا هو مشى، فهمت نقصد؟ ما كان فماشي رئيس جمهوريه مشى قبله غادي. باهي محمود يقول لك حاتم راضين على محاولات رئيس الجمهوريه اللي يحب يقلب المشهد، يحب يقلب الشيما، يحب يلقى حلول بمقاربات جديده، رغم انه على ارض الواقع لم يتغير شيئا، وحتى الارقام والاشياء ماشيه نحو التدحرج، مانيش قاعدين نتحسنوا معناها، ولكن يقول لك الناس باقي عندها ثقه في الرئيس في انه محاولاته قد تأتي بنتيجة. الرقم فيجك ولا قد أعطيت عدد للرقم؟ وأنا ما على علمي بالسونداج اللي يصيروا من 2011 إلى حد هذه الساعة ديما اللي في السلطة يكون عنده نسبة رضا كبيرة، التونسي يحب اللي موجود في السلطة، عمل ولا ما عملش. نتذكر قبل يوسف الشاهد كان يوصل 70%، مهدي جمعة كيف حتى وزراء. لا يوسف الشاهد، يوسف الشاهد وصلها في أسبوع القاء القبض على شفيق الجرية، قعد فوق 50% ما داموا في السلطة. التونسي يمشي مع اللي موجود في السلطة، التونسي عنده انتباعية، عنده مزاجية، ما يخممش، عنده العاطفة، يمشي بالعاطفة أكثر، ما يمشيش على الفعل، يمشي على التصريحات، يعجبه كلامه، يعجبه
يعجبوا الموقف السياسي نتاعو. التونسي زاد في هالارقام هذه تلقى شويه نقمه على العباد اللي كانت موجوده قبل في السلطه وقت اللي شدينا وحاطين عباد في الحبس بتهمه التآمر. التونسي يفرح فما شويه كل هذه كمان تشفي شويه ما حشتوش بالريزولتا، ولكن باش يجي وقت من الاوقات التونسي باش وقت اللي ديريكت يولي تحك الركب ويولي ما عادش يلقى المواد الأساسية اللي هي مقطوعة في وقت من الأوقات. احنا أنا راه توا، ولكن بالوقت بالوقت بشوية بشوية تتغير الرؤية متاعو. دوك اللي موجودين اليوم في السلطة ما يزمش يتغروا بالنتائج هذه، لأنه لو باسكولمون ينجم يصير بين نهار وليلة. راهو معناتها تنجم اليوم تكون عندك 60 و70%، ولكن ما تعرفش عليه وقتاش تتقلب بالمعادلة. دوك يزم نردوا بالنا، ما نقولوش اللي هذه نسبة الرضا هذه اللي تخلي البلاد راك دايور. حتى رئيس الجمهورية فايق بها المسألة، خاطر هو كل كان عندي 68%، أي إصلاحات اليوم النجم نقوم بها. صندوق النقد الدولي يحبني نرفع الدعم ب 68% ينجم يعملها، ولكن رئيس الجمهورية ما عملهاش، خاطر يعرف نسبة الرضا هذيك تنجم تتحول في وقت من الأوقات إذا يمس التونسي في القوت بتاعه في الواحد بتاعه تتحول له معناتها كرد عكسي. هل صارت المعارضة شبه غائبة اليوم بالأرقام؟ المعارضة الكل عبير موسي، صافي سعيد، فضل عبد الكافي، المرزوقي، شخصيات أخرى، رجل غنوشي، لطفي المراحي، محمد عبو، كلهم تلمهم بعضهم نلقاو تقريبا 32%. خاطر رئيس الجمهورية يلوكوب ليسباس، معناها الفضاء نتاعهم. عبير موسي رجل غنوشي في السجن، شنو البرنامج نتاع حريت؟ علاش ديما نقولوا يا ولادي راهو هذيك المقاربات القديمه سفيني، اعطيني حلول، اعطيني تو. حتى فاضل عبد الكافي برشا عبيد يعتبروا لي فاضل عبد الكافي ولد الاقتصاد، عنده حلول. فهمت؟ شوف النسبه ديما فما راهو مزاجيه وعاطفيه. فضل عبد الكافي تسمى اللي نعرفه انا انه تقدم، لانه كان في 1.5%، اليوم لقاو تقريبا في 5%. فضل عبد الكافي اي معناها ماهوش بالنسبه اللي تخليه يولي منافس جدي للرئيس الجمهوريه. هو رغم انه فضل عبد الكافي ما ياكدش كلامك، فضل عبد الكافي يقترح حلول، يقترح ارقام، يقترح برامج، ما عندوش عركه مثلا كي يقولوا لا يا ولادي يزيونا من عركه جعتي برامج. فاضل من الناس اللي يقعد يحكي يعطي ارقام، يعطي نظره، يقول لك هم نمشي نجيب الفلوس، هاوش باش نعمل، هاوش نحطها، هاوش باش نصلح 5%. التونسي اي دونك التونسي ما يخزرش الكلام اللي تقول فيه. يحب العرك. لا ما فهمت. مش قلت لك التونسي معناها يمكن فما سوء تفاهم. انا نحلل لك في الارقام، مانيش نعطي في الانتباع، مش تحليل للاجتماعي ولا الاقتصادي. انا قلت لك هذوما قراءه للارقام، الارقام تثبت اللي حاليا، خاطر الارقام راهي انستونتاني توا. اللي مثلا العركه من برات فير ما بين رئيس الجمهوريه واللفامي توانسة عاجبهم، ما يقرأ عنده من عفوية له الفيديو يلزم أن تفرش فيها مرتين متاع قفصة. طريقة الاتصال متاعه حاجة معناها تتقرأ، معناها بالحق، معناها ديما نحن ننقده. أما في الحاجة هذية كيفاش مشيلهم، كيفاش يحكي معاهم، الكلمة اللي يقول لي أنا بين أهلي وبعد الأمن، وقت اللي يقول لهم يا أخوي أنتم معطيوا حقوق، خاطر فاهمين العبد الكل، معناها هو فاهم وهم فاهمين اللي ما فهمش حلول في الوضع. دونك حسب حاتمي لحد الآن كلام الرئيس مازال لاقي صدى عند الناس، رغم أنه الحلول على أرض الواقع مازالت لم تعطي نتيجة، وهذا تأكدوا الأرقام. بعد الفاصل نرجو نحكيه في بقية الأخبار. كيليان مبابي بتدخل مرة أخرى من ماكرون، ستتجدد معه المفاوضات مع فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.